بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة نهاية الأسبوع، وبالتأكيد هنتكلم على المرحلة اللي جاية بالنسبة للنادي الأهلي، خاصة بعد انتهاء الأجندة الدولية بالأمس. منتخبنا الوطني لعب مباراتين وديتين، قدر روي فيتوريا يحقق المراد من هذه المباريات في الفترة الحالية، تشكيلة، انسجام، نتائج، خاصة عشان موضوع التصنيف الدولي خلال الفترة اللي جاية. ولكن بدءا من اليوم تبدأ الأندية استعداداتها للفترة اللي جاية، وبالأخص النادي الأهلي عنده مباراة ودية غدا أمام فريق طلائع الجيش، هتتلعب بإذن الله على ملعب الأهلي والسلام، وهتكون آخر مباريات الودية قبل السفر إلى تونس يوم 6 أكتوبر يوم الخميس القادم، يعني زي بكرة إن شاء الله، عشان يواجه فريق الاتحاد المانشستري يوم الأحد بإذن الله على ملعب مصطفى بن جنات في مدينة المانشستير. هي مدينة ساحلية، بالتأكيد هيكون في حضور جماهيري. النهاردة عندنا تفاصيل متعلقة كمان بهذه المباراة وطاقم التحكيم اللي تم تكليفه بإدارة هذا اللقاء، وهنتكلم على عودة الدوليين واستعداد الفريق لي كمان المشوار المحلي بإذن الله. طيب، حلقة النهاردة هنبدأ بسؤال حلقة اليوم زي أنتم متعودين مننا، وعايزين نعرف رأي حضراتكم من خلال رؤيتكم للمباراتين الوديتين لمنتخبنا الوطني. عايز أعرف رأيكم في أداء المنتخب بعد أول تجمع ومباراتين تحت قيادة روي فيتوريا. تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، عبر الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي نهاية الحلقة بإذن الله هعرض مشاركاتكم على رؤيتكم وأراءكم في أداء المنتخب في اللقاءين، سواء لقاء النيجر أو حتى مواجهة ليبيريا اللي انتهت امبارح بفوز منتخبنا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، بحضور الخطيب الفريق يواصل الاستعداد للموسم الجديد، وكمان انضمام الدوليين للأهلي في التدريب المسائي. وفي الترند المحلي، فيتوريا يجهز تقريرا عن معسكر سبتمبر. دي كانت ابرز عناوين الحلقه. طبعا مفيش مباريات رسميه النهارده ولا حتى وديه، وبالتالي مش هيكون النهارده معانا جدول المباريات. اخرج لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لفقره الكواليس والاخبار والمعلومات، فقره ترند ترند، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره ترند ترند النهارده. طبعا الترند بالنسبه لنا هو تدريب الاهلي واستعداد الاهلي للمباراة الودية الأخيرة أمام طلائع الجيش، ثم بعد ذلك السفر إلى تونس لمواجهة الاتحاد المانشستيري في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. النهاردة كان في تدريب صباحي بالنسبة لفريق النادي الأهلي، لكن التدريب المسائي اللي هو في هذه اللحظات المفروض دلوقتي مفيش تدريب مسائي للي اتمرنوا الصبح، لأن هيبقى التدريب المسائي لمجموعة اللاعبين الدوليين العائدين بعد نهاية الأجندة الدولية مع المنتخبات الفترة الأخيرة، وهيكون تدريب خفيف وتدريب استشفاء، وهيكون في مرحلة إعداد بقى للدوليين خلال الفترة اللي جاية. زي ما أنتم شايفين على الشاشة، دي جزء من كواليس التدريب الصباحي النهاردة في ملعب مختار التتش بالجزيرة. السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي حرص على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي على ملعب مختار التتش بالجزيرة، واللاعيبة خدت تدريب بدني في بداية مران الأهلي قبل تأدية مجموعة من الفقرات الخططية والفنية في إطار برنامج الإعداد للموسم الجديد. طبعا في بنتكلم في مباراة بكرة، فبالتالي من الصعوبة في الإمكان أن المجموعة اللي قدامكم على الشاشة تتمرن كمان النهاردة الساعة 5، وبكرة في مباراة ودية، فبالتالي المران المسائي ما تلغاش. بأكد تاني عشان عارف البعض لما بيلاقي المران المسائي مفيش فيه لعيبة فيقول لك المران اتلغى. في برنامج موضوع من مارسيل كولر في الفترة الأخيرة متحدد لغاية مباراة طلائع الجيش، وبالتالي الموجودين حاليا دلوقتي في ملعب التتش بيعملوا تدريبات استشفائية بعد العودة بعد ختام مباريات الأجندة الدولية مع المنتخبات. أليو ديانج وصل القاهرة فجر الأربعاء، النهاردة الفجر وصل، وبنسبه كبيره هيكون موجود النهارده في التدريب الاستشفاء. علي معلول كان بيلعب امبارح مباراه، او كان موجود امبارح مع منتخب تونس امام البرازيل، يمكن علي ما شاركش امبارح خالص في المباراه اللي انتهت بفوز البرازيل على تونس 5-1، لكن علي هيصل النهارده باذن الله الى القاهره مساء اليوم الاربعاء، وهيكون بكره ان شاء الله موجود مع الفريق، وهيكون في تدريبات واستعدادات بالنسبه للفتره اللي جايه، فتره راحه بقى سلبيه يومين ثلاثه، امتى الدوليين ينزلوا التدريبات الجماعيه؟ ده هيحدده مارسيل كولر النهارده بعد ما يبص على حاله اللعيبه الدوليه اللي كان موجود في المنتخب الوطني. امبارح لعب محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم مباراه ليبيريا وكانوا موجودين في التشكيله الاساسيه، ايمن اشرف خد جزء من المباراه،
كمان عدد من اللعيبه كانوا موجودين في المباراه الاولى زي حمدي فتحي، كريم فؤاد موجود في المنتخب، شادي حسين ما لعبش المباراه الوديه ورجع لتدريبات الاهلي. فالفتره اللي جايه هيقدر بقى كولر يشوف مجموعه اللاعبين الدوليين مع المجموعه اللي كانت معاه على مدار حوالي اسبوعين ازاي يبدا يشتغل معاهم في الفتره الجايه. قدامنا طبعا على الشاشه ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، كمان النهارده زي ما انتم شايفين على الشاشه لقطات حصريه حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره. النهارده الكابتن الخطيب كان بيتابع التدريب الصباحي وكان بيشوف كمان اخر استعدادات الفريق للفتره اللي جايه، اخر الترتيبات والتجهيزات لرحله السفر الى تونس باذن الله، كمان بيشوف الجهاز الفني ايه متطلباته الفتره اللي جايه. الراجل بعد المباراه الوديه الاخيره دي اكيد هيبدا يشوف الاحتياجات. اهو شايفين الكابتن محمود الخطيب بيرحب بالجهاز الفني، مارسيل كولر، كابتن سامي قمصان، يعني كابتن سعد عبد الحفيظ، افراد الجهاز المعاون لمارسيل كولر. الحمد لله الامور تسير بشكل جيد جدا، متطلبات المرحله اللي جايه. كمان عندنا محلل اداء ياسين المكاري تونسي وعارف بالتاكيد الاجواء في الكره التونسيه، وهيبقى محضر فايل مهم جدا عن فريق الاتحاد المنستيري للمدير الفني مارسيل كولر. الكابتن الخطيب دايما وحريص بشكل دائم ان هو يكون موجود في التدريبات عشان يشوف احتياجات الفريق، اخبار الفريق، ايه الصعوبات اللي ممكن تواجهه الفتره اللي جايه، يتم تذليل هذه العقبات في الفتره القادمه. كمان بتبقى في اجتماعات على المستوى الرسمي، اجتماعات لجنه التخطيط، اجتماعات قطاع الكوره، كل الامور دي بيتم التنسيق ليها وبيبقى في حلقه وصل دايما سواء بوجود الكابتن سيد، وجود الكابتن حسام غالي، لجنه التخطيط كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف. الاجتماعات مستمره وبيترأس كل هذه الاجتماعات او بيرأس كل هذه الاجتماعات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وكل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في المرحله اللي جايه. طيب النهارده كمان مصطفى سعد، اول تدريب لمصطفى سعد مع النادي الاهلي بعد ما انتهت مشاركته مع المنتخب الاولمبي خلال المعسكر الاخير اللي فيه منتخبنا الاولمبي لعب مباراتين وديتين مع منتخب بنين. كان في ترحيب طبعا بمصطفى سعد على الطريقه التقليديه بالترحيب باي لاعب جديد، لكن النهارده ده اول مران لمصطفى سعد عشان يدخل في المجموعه مع برونو سافيو البرازيلي كان موجود الفتره الاخيره، وايضا كمان شادي حسين اللي كان ظاهر بشكل جيد حتى كمان في المباريات الوديه الاخيره. طيب حاجه كمان مهمه جدا، الاتحاد الافريقي خلاص حدد ميعاد لقاء الذهاب في تونس، هتتلعب مباراه الذهاب يوم 9 اكتوبر على ملعب مصطفى بن جنات الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره، الساعه 2 بتوقيت تونس. والاتحاد الافريقي اسند اداره هذه المباراه لطاقم تحكيم جزائري. انا اول ما قلت طاقم تحكيم جزائري الناس ممكن تتوقع اسم الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، ولكن الادوار التمهيديه بيتم الاستعانه بالحكام اللي ما بيحكموش او ما بيدروش المباريات الكبيره. فالنهارده هيكون مباراه الاتحاد المنستيري والاهلي يوم 9 اكتوبر على ملعب مصطفى بن جنات، هيديره الجزائري لحلو بن براهيم، هو اللي هيكون يعني حكم هذه المباراه، وهيكون معاه مساعد اول اكرم زهروني ومساعد ثاني حمزه بوزيد، والحكم الرابع الجزائري ايضا الياس بيكيسيو. الناس كلها ممكن تسال طب تقنيه الفار، مفيش تقنية فيديو في الأدوار التمهيدية سواء الدور التمهيدي الأول أو الدور التمهيدي الثاني. إذن ده طاقم التحكيم الجزائري اللي هيدير مباراة الأهلي أو اتحاد المانشستير والأهلي يوم 9 أكتوبر، وخلال ساعات هيتحدد كمان مين طاقم تحكيم مباراة العودة اللي هتتلعب في القاهرة. أول ما يتم تحديد التوقيت والملعب واليوم هنعرف طاقم التحكيم كمان، وده هيتم خلال الساعات اللي جاية. دي كانت أبرز الأخبار الخاصة بمران الاهلي والجديد بالنسبه لطاقم تحكيم مباراه اتحاد المانشستير والاهلي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونشوف ايه الجديد عندنا في برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب على مدار الفتره اللي فاتت موضوع القائمه الدوليه للحكام عامله رد فعل كبير جدا في الوسط التحكيمي او في وسط الكره المصريه بشكل عام، والحمد لله يمكن برنامج الترند معودكم دايما في الجديد وفي كل التفاصيل، وبتبقى في ردود فعل بتحصل من خلال المعلومات اللي بنقولها لحضراتكم في الفتره الاخيره. وقلت من اول يوم انا الملف ده تحديدا بتكلم فيه عشان لما نبدا الموسم اللي جاي ما نتعرضش لنفس الاخطاء والمشاكل اللي شفناها على مدار المواسم اللي فاتت، سواء الموسم الماضي او حتى الموسم قبل الماضي، لان اللي بيحصل في ملف القائمه الدوليه ده هينعكس على فكره سواء بالايجاب او بالسلب على ملف التحكيم في الفتره اللي جايه. اخر حلقه معاكم كنت امبارح بتكلم على موضوع التقارير الفنيه، وانتقدت فكره، مش بتكلم بقى على موضوع مين في الفار وبره الفار، لا انا اتكلمت كمان على فكره ان الترتيب المفروض ما يكونش ترتيب ابجدي، بيبقى الترتيب طبقا للتقييم الفني والتقارير الفنيه، وده مش كلامي، دي شروط الفيفا كان حاططها عشان
تتنفذ في أسماء القائمة الدولية لما يتم إرسالها من اتحاد الكرة. واتحاد الكرة أرسل بالأمس أو يوم 25/9 الأسماء من حوالي 3 أيام يعني، وقال إبراهيم نور الدين رقم 1، محمد عادل 2، محمود البنا 3. وحتى أنا استغربت من الترتيب ده، ومش أنا بس، كابتن نصر عباس امبارح حتى مع الكابتن أسامة حسني اتكلم في نفس الجزئية، لأن هي جزئية واضحة جدا للجميع. بالمناسبة على فكرة، التقييم الفني ده داخل مصر، لكن تيجي تروح للاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي تقول له ابراهيم نور الدين رقم 1، محمد عادل 2، البنا 3، امين عمر 4، لو التقارير الفنيه والتقييم الفني في الفيفا او في الكاف غير كده، هيعتمد تقريره هو مش تقريرك انت. وبدليل ان حتى في مباراه ما بين سان داونز ولاباساج باتل سيشيل في دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا، تم الاستعانه بالكابتن محمود البنا. المباراه دي هيديرها باذن الله يوم 14 اكتوبر، احد ايام 14 او 15 او 16 اكتوبر في دوري ابطال افريقيا. وبالتالي التقارير الفنيه عند الكاف او الفيفا في المباريات الدوليه هي المعيار بالنسبه لهم، لكن احنا عندنا تقارير فنيه بتقول عكس التقارير الدوليه، ويمكن التقارير الدوليه بالتاكيد بتبقى هي يعني الواقعيه كلها من خلال النتائج اللي فيها. ولكن التقارير الفنيه المحليه عملت ازمه بقى في حكام تقنيه الفيديو، وكلنا متابعين الفتره الاخيره. الكابتن محمد الصباحي مقدم شكوى رسميه واجتمع بالسيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري واشتكى في موضوع القائمه الدوليه، وحتى كان طلع الكابتن عصام عبد الفتاح وقال لو انا كنت موجود اكيد كنت ممكن احط محمد الصباحي، ليه حاجات كتيره جدا من خلال وجهه نظره. لكن التقارير الفنيه والمعلومات اللي جات لي من بعض المصادر داخل اتحاد الكوره ومن داخل لجنه الحكام، ان الترتيب الفني في الموسم الماضي في جزئيه مش عارف هل الاتحاد هيناقشها او هيشوفها خلال الفتره الاخيره. تقنيه الفيديو رقم 1 محمود ابو رجال، ومفيش مشكله ماشي خلوه تقنيه فيديو اللي عنده كاس عالم، المبرر عشان في كاس عالم مفيش مشكله، رغم ان هو لو كان فضل مساعد دولي بس والله ما كانت هتاثر على الكابتن محمود ابو رجال في تقنيه الفيديو، لكن مفيش مشكله. نروح للجزئيه الثانيه، بعد الكابتن محمود ابو رجال في مين؟ في الكابتن طارق مجدي، بعد كده وائل فرحان، وهو دخل مكان محمود عاشور. كان متوقع ان يكون كمان موجود معاهم محمد الحنفي ومحمد الصباحي، اتقال اصل موضوع السن والحنف 44 سنه، فاحنا طلعنا كل الناس اللي معديه السن، فمش هينفع ندخل الحنفي لان هي هتبقى اخر سنه، رغم ان المبدا ده لما الكابتن وجيه احمد حط محمود عاشور من سنتين كان ساعتها كان تخطى السن مش 44 سنه، لكن مفيش مشكله. كابتن محمد الحنفي ما بيتكلمش كتير وما بيشتكيش كتير، لكن الكابتن محمد الصباحي مقدم شكوى وعمل مذكره في الموضوع ده، بس استند على ايه بقى؟ دي المفاجاه اللي بالنسبه لي والمعلومه اللي جات لي. اتقال ان التقارير الفنيه، وده في عهد اللجنه السابقه واللي كان موجود وقتها الكابتن عصام عبد الفتاح والكابتن سيد مراد، وقال ارجعوا ليهم وخليهم يجيبوا التقارير الفنيه. اتقال ان حسام عزب حجاج اتوقف شهرين في بدايه الموسم، واتقال كمان ان عمرو الشناوي اتوقف مرتين خلال الموسم. دي التقارير الفنيه اللي بيستند عليها الكابتن محمد الصباحي في الشكوى، ان الكابتن حسام عزب حجاج اتوقف شهرين في بدايه الموسم وعمرو الشناوي اتوقف مرتين. انا ما شفتش تقارير فنيه، بس الكلام ده لو صح اتمنى الكابتن احمد ابو العلا والكابتن تامر دري يطلع يرد على هذه الجزئيه، لان لو الحكام سواء حسام او عمرو او ايا كان اسم الحكم لو اتوقف مره واتنين وانت عندك مشاكل فنيه معاه في موضوع محتاج حكم خبره، مش بتكلم في خبره يبقى 45 سنه او 40 سنه، يعني ممكن يكون 39 بس خبره، عنده رصيد كبير في مباراه الفيديو، كان موجود مثلا في حوالي 20 30 مباراه اخر سنتين، اوكي. لكن فكرة إن إحنا يبقى في حكام اتوقفت على مدار الموسم مرة ومرتين ونحطها في القائمة الدولية، أنا أتمنى الكابتن تامر دري والكابتن أحمد أبو العلا يطلعوا يردوا على الكلام ده، لأن الكلام ده لو الاتحاد حقق فيه ولقى الكلام ده صح، أعتقد الناس دي لو كملت في اللجنة اللي جاية هتبقى مشكلة. يعني أعتقد تشكيل اللجنة الجاري خلال الفترة اللي جاية ان محمد فاروق هيبقى نائب لمارك كلاتنبرج، والكابتن تامر دري مسؤول عن تقنيه الفار وكمسؤول فني، واحمد ابو العيله مدير لجنه، لا كده هيبقى في خلل في المعايير، كده هيبقى في خلل في المعايير. انا اتمنى يكون في حكام جدد وصاعدين وبدعم تجربه عمرو الشناوي وحسام عزب حجاج واي حكم صاعد، لكن التقييم الفني ما فيهوش مجاملات، ما فيهوش اي مجاملات. والفيفا لما بيحط القائمه الدوليه تحديدا في جزئيه تقنيه الفيديو بتبقى محتاجة أكتر أصحاب الخبرات مع التقارير الفنية المميزة. مش هدخل في تفاصيل أكتر من كده، لكن المعلومة اللي جات لي دي أتمنى يكون فيها رد رسمي من اتحاد الكورة عشان السنة اللي جاية ما نشوفش أخطاء، لأن أنت لما تحط حكام في القائمة الدولية وفي الأخطاء دي أو المعيار مش صح، أنا مش هبقى واثق في التعيينات اللي بتحطها للماتشات، لأن معيارك هنا مش سليم
اكيد معيارك هنا برضو مش هيبقى سليم. ده اخر حاجه ممكن اقولها في القائمه الدوليه، لان خلاص تم ارسال القائمه، لكن ننتظر الفتره اللي جايه شكوى محمد الصباحي نتيجتها هتبقى بالمعايير دي صح ولا غلط. فاصل ثم نواصل ونتكلم في ترند الاهلي واخبار الاهلي على السوشيال ميديا. اهلا بحضراتكم من جديد وترند الاهلي. هنروح لترند الاهلي ونشوف المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا، عشان في كلام مهم جدا بخصوص بعض الاخبار اللي موجوده في السوشيال ميديا الفتره الاخيره. طيب معايا بالتاكيد البدايه من صفحه في الجول والحساب الرسمي في الجول على تويتر، نشره مصدر من الاهلي اللي في الجول الاعلان عن قميص الاهلي الجديد سيكون بحد اقصى يوم 1 اكتوبر المقبل. موعد الاعلان عن قميص الاهلي للموسم الجديد سيكون الاعلان عنه بحد اقصى الاول من شهر اكتوبر المقبل. يعني ننتظر شويه لان الكلام ده هيكون من خلال القنوات الرسميه للنادي الاهلي، سواء المركز الاعلامي او حتى قناه النادي، وده هيتم خلال الفتره الجايه، لان انت ان شاء الله لما تبدا الموسم الجديد هتكون اول مباراه رسميه ليك يوم 9 اكتوبر. فان شاء الله باذن الله قبل يوم 9 هيكون تم حسم الملف ده. في تفاصيل بس ما ينفعش نتكلم فيها ولا نعلن اي شيء طالما اداره النادي لم تعلن اي خبر بخصوص هذا الموضوع. الامر متعلق بالقميص، التيشيرت، حتى الرعاه، كل ده اول ما النادي الاهلي هيتم اعلان كل التفاصيل بشكل رسمي هتلاقي كل المعلومات متوفره من خلال المركز الاعلامي او حتى من خلال قناه النادي في الفتره اللي جايه. طيب نروح كمان لحساب اليوم السابع، وحساب اليوم السابع بيتكلم على كيف يستعد الاهلي لمباراه اتحاد المانشستير ان شاء الله يوم 9 اكتوبر. الحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر كتبوا قالوا ان الاهلي ينهي اجراءات السفر لتونس لمواجهه الاتحاد المانشستيري، وكل ما يتعلق بالسفريه من تاشيرات وترتيبات الاقامه والفندق للبعثه هناك تم الانتهاء منه. الجهاز الفني حدد السفر يوم 6 اكتوبر ان شاء الله استعدادا للمباراه يوم 9 اكتوبر خلال الفتره اللي جايه. وقلت لكم طاقم التحكيم هيكون طاقم تحكيم جزائري هيدير هذه المباراه بقياده لحلو بن ابراهيم، هو حكم هذه المباراه. حكم على فكره ممكن ما لعبش مباريات افريقيه او دوليه كبيره، لكن يجي اسمه بعد مصطفى غربال، واصبح دلوقتي موجود في المباريات الافريقيه، حتى كان موجود في كاس الامم، واشتغل على تقنيه الفار حتى في اخر بطوله امم افريقيا للسيدات، ولكن هو اللي تم تكليفه بهذه المباراه. والادوار دي بيتم الاختيار طبقا للزون او طبقا للمنطقه الجغرافيه. مباراه ما بين بطل مصر وتونس يبقى حكم جزائري، مباراه ما بين بطل مصر وفريق ممكن يكون قريب من منطقه الشمال ممكن يجيبوا حكم ليبي، هي بتبقى كده المعيار. وممكن كمان يودي حكم مصري لو فرقتين بيلعبوا مثلا في منطقه الجنوب، سان داونز بطل سيشيل، يعني بيبقى في توزيعه كده من خلال لجنه الحكام. نروح لحساب كره 11 وكلام مهم جدا بخصوص وليد سليمان. كره 11 قالت الاهلي لا ينسى الحاوي والانطلاقه من بلاد الاسود الثلاثه. مجلس الخطيب يجهز وليد سليمان للسفر الى انجلترا من اجل الاستعداد لتسلم منصب هام داخل القلعه الحمراء. طيب الكلام المهم في الجزئيه دي، وليد عايز يعمل معايشه بس لسه ما سافرش، يعني هو لغايه اللحظه دي وليد محدد اهدافه في الفتره اللي جايه وعايز يعمل معايشه بس لسه ما سافرش، يعني لغايه اللحظه بكلمكم فيها لسه وليد سليمان ما سافرش خلال الفتره اللي جايه. المعايشه فين؟ بنسبه كبيره ممكن تكون في انجلترا، لكن كل التفاصيل اوعدكم باذن الله في الاسبوع اللي جاي لما يكون عندنا تفاصيل خاصه بكيف يفكر وليد سليمان في الفتره اللي جايه هنقول لكم كل الاخبار والمعلومات. لكن فكره بقى تسلم منصب هام وفي تعيينات وفي قرارات، يعني الموضوع لسه سابق لاوانه، لان بالتاكيد عندنا كادر رياضي واداري او اداري او فني على حسب هو ما يحدد، يعني في الفتره اللي جايه بعد ما ياخد معايشه ويبقى في دراسات اكيد باذن الله هيكون في استفاده من كوادر النادي الاهلي، وده شفناه على مدار السنين السابقه، وحاليا بيتقلدوا مناصب مهمه جدا داخل قطاع الكره في النادي الاهلي. وكل التوفيق يا رب لوليد سليمان في مستقبله خلال الفتره اللي جايه. حساب يلا كوره، رئيس البنك الاهلي ليلا كوره لا توجد مفاوضات نهائيا لضم صلاح محسن. دي تصريحات من رئيس البنك الاهلي، وما زال صلاح محسن حاليا على قائمه الانتظار في قائمه النادي الاهلي. كوره بلس، الاهلي يتحرك لضم ثالث هدافي الدوري البرازيلي. كوره بلس نقل تصريح لصحفي برازيلي اسمه اوسكار لوراينز، قال فيها ان الاهلي بدا بالفعل مفاوضاته مع نادي افي البرازيلي من اجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي بيسولي خلال الانتقالات الحاليه. صحفي البرازيلي قال الاهلي يرغب في التعاقد مع بيسولي على سبيل الاعاره لمده موسم مع وضع بند احقيه الشراء. اوسكار صحفي البرازيلي قال المفاوضات بين الاهلي وافي ما زالت مستمره في الوقت الحالي من اجل الوصول الى الصيغه المناسبه. طب الكلام ده يعني بنسبه كبيره مش رسمي،
او بنسبه مؤكده مش رسمي في اتجاه للتعاقد مع لاعب اجنبي. ممكن يتم ده خلال الساعات اللي جايه، وارد، لان القيد لسه هيقفل ان شاء الله يوم 10 اكتوبر، فاكيد الناس بتشتغل على تدعيم الفريق، وطالما لسه عندك مساحه للاعب اجنبي اضافي ضمن الخمسه الكبار فاكيد بتشتغل على الملف ده. زي ما اكدت قبل كده وانت بتشتغل كمان على الملف الخمسه الكبار في الفريق الاول، عندك مساحه للتعاقد مع ثلاث لاعبين اجانب في المراحل السنيه المختلفه بدءا من مواليد 2001 2003 2004 2005. اي ثلاث لعيبه في كل مرحله من دي لاعب واحد هيكون معاك في الفتره الجايه، ولكن لما يكون معاك 8 اجانب مش هتلعب اي مباراه الا من خلال خمسه بس في الاسكور الاساسي اللي هيشاركوا في اي مباراه. دي اللائحه ودي الاخبار ودي المعلومات، لكن في تاكيد على هذا الاسم دي اجتهادات صحفيه من البرازيل، ولكن ليست معلومات مؤكده عشان نعلنها ونعرف جمهورنا ايه اللي بيحصل لغايه لما يتم رسمي. يبقى الاهلي بيعلن زي ما انتم عارفين دايما مدرسه الاهلي في اعلان اي خبر. الوطن سبورت، واخر حاجه معايا في ترند الاهلي، موعد مباراه الاهلي والزمالك في السوبر بالامارات. الايام بتجري وخلاص احنا بنتكلم في اقل من شهر على ميعاد السوبر المصري اللي هيتلعب في الامارات ما بين الاهلي والزمالك، وهيتلعب ان شاء الله على ملعب هزاع بن زايد في ابو ظبي. المباراه تحدد اقامتها يوم 28 اكتوبر يعني بعد شهر بالظبط، والساعه 7 بتوقيت القاهره، الساعه 9 بتوقيت الامارات. كل التوفيق يا رب للاهلي في هذا المشوار، وتكون بطوله جديده تضاف لسلسله بطولات النادي الاهلي. دي اخبار الاهلي في ترند الاهلي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونشوف باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب زي ما قلت لكم النهارده التدريب المسائي هيكون لمجموعه اللاعبين الدوليين العائدين من رحله المنتخب او مباريات المنتخب في الاجنده الدوليه، لان خلاص الفتره الاخيره كانت في مباريات وديه لمنتخب مصر، لمنتخب تونس، منتخب مالي. التدريب الصباحي كان لمجموعه اللاعبين اللي بتشتغل مع كولر خلال اخر اسبوعين، وطبعا في راحه ليهم في التدريب المسائي لان بكره في مباراه وديه مع فريق طلائع الجيش. لكن التدريب المسائي اللي هنعرضه لحضراتكم دلوقتي كان في مجموعه اللاعبين الدوليين. في بدايه الحلقه قلت ان اليو ديانج الحمد لله يمكن وصل فجر يوم النهارده الاربعاء، والنهارده بالفعل اليو ديانج كان موجود في التدريب المسائي، وهنستعرض مع حضراتكم جزء من هذا المرن. قدامكم على الشاشه المهندس عبد القيعي رئيس شركه كره القدم في النادي الاهلي. الف مبروك يا باشمهندس، بالتوفيق يا رب في الفتره القادمه، واجتماعات بقى مع جهاز الكوره وقطاع الكوره، واجتماع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. بيرسي تاو قدامكم على الشاشه، يمكن بدا كده او خلاص في الجزء الاخير في المراحل الاخيره من التاهيل والاستعداد للخوض التدريبات الجماعيه. اليو ديانج قدامكم على الشاشه بعد ما انتهى من مباريات الاجنده الدوليه مع منتخب مالي، اليوم انتظم في التدريبات الجماعيه، وهيكون في بالطبع تدريبات خاصه لاليو ديانج مع مجموعه الدوليين. كمان قدامكم محمد الشناوي، كمان حمزه علاء. محمد الشناوي كان حارس مرمى منتخبنا الوطني في المباراتين الوديتين، هو حارس مصر الاول، فالنهارده شارك في تدريب الحراس مع ميشيل يانكون وحمزه علاء بعد ما رجع كمان من معسكر المنتخب الاولمبي. لعبت الاهلي الدوليين في منتخبنا الوطني حمدي فتحي، كريم فؤاد، ايمن اشرف موجودين النهارده اهو كمان مع اليو ديانج، وبدايه الاستعداد للدخول في التدريبات الجماعيه مع الجهاز الفني. نبدا نقول من النهارده ابتدى قوام الاهلي الاساسي مع مارسيل كولر. ابتدى النهارده القوام الاساسي للنادي الاهلي بالكامل، سواء اللعيبه اللي ما كانتش موجوده في الاجنده الدوليه مع المنتخبات، او حتى المجموعه اللاعبين الدوليين العائدين لتدريبات النادي الاهلي. بدءا من النهارده بنتكلم في 28/9 لغايه يوم 9 اكتوبر، يعني بنتكلم في ما يقرب من حوالي 12 يوم ان شاء الله يقدر مارسيل كولر، مع كمان امكانيه لحق بيرسي تاو بلقاء الاهلي واتحاد المانشستير، هتبقى القوه الضاربه ان شاء الله كلها جاهزه للبدايه والانطلاقه الافريقيه، لانها انطلاقه صعبه جدا. الاهلي بيبدا مشواره بمباراه قويه جدا امام اتحاد المانشستير، ومحدش يستهين ان الفريق التونسي او بطل تونس دي تاني مشاركه قاريه، لا بالعكس مباراه صعبه جدا، فريق محترم، فريق عنده لاعبين مميزين جدا، مشروع لفريق عامل انجازات اخر اربع سنين في تونس بشكل محدش يتخيله، كسب الترجي وخد بطولتين وثلاث بطولات من الترجي في سنه من السنوات في بطوله افريقيا، يعني خرج بصعوبه من الرجاء المغربي. الحارس الاساسي لاتحاد المانشستير هو حارس منتخب تونس، ما لعبش امبارح مباراه البرازيل، لعب ايمن دحمال، لكن في المباريات السابقه وفي كاس الامم الافريقيه كان هو الحارس الاساسي. بشير بن سعيد هو حارس مرمى منتخب تونس، فاكيد الاهلي بيستعد لهذه المباراه بشكل جيد، وان شاء الله يقدر يرجع الفريق بشكل يعني جيد بنتيجه جيده
في لقاء الذهاب اللي هتكون في تونس يوم 9 اكتوبر المباراه الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره. وده قدامكم على الشاشه، دي لقطات حصريه لتدريب مجموعه اللاعبين الدوليين مع الجهاز الفني مارسيل كولر والجهاز المعاول ليه. وان شاء الله باذن الله يبدا بقى التدريبات الجماعيه للكل، هتبدا خلال اليومين الجايين. في برنامج قدامنا حتى كولر بنفسه موجود على تدريب مجموعه اللاعبين الدوليين، وده شيء يعني الراجل بيركز في التفاصيل، مهتم جدا بالتفاصيل، حتى لو 3 لعيبه حتى لو 4 لعيبه هو بنفسه شاف القياسات، شاف الارقام الخاصه باللعيبه في المباريات الدوليه، مساحه اللعب اللي خدوها في الاجنده الدوليه، عدد الايام الراحات اللي خدوها في الفتره السابقه، هل بنفس المده زي اللعيبه اللي كانت موجوده في الفتره الاخيره ولا لا. طبعا مليون في الميه دول مش موجودين معانا، يعني اللعيبه دي ايمن اشرف، الشناوي، كريم فؤاد، ديانج، حتى علي معلول لما يوصل النهارده بالليل وبكره هيكون موجود في التدريبات او هيكون حتى موجود في المباراه الوديه بيتفرج على الفريق، اكيد مش موجودين في المباراه الوديه، مش هيشاركوا مش هيلعبوا لان لسه راجعين من مباريات دوليه وكان الحمل فيها بالتاكيد اعلى بمراحل من الفتره الاخيره. دي كانت النهارده ابرز الاخبار والمعلومات قدر الامكان حبينا نقولها لكم، مش معلومات بس كده، لا ده حتى صوت وصوره عشان تبقوا شايفين كل التفاصيل على شاشه قناه الاهلي. وحضور المهندس عبد القي بعد عودته، كان مسافر كده كام يوم بره مصر، رجع والنهارده قعد وعمل اجتماع مع الكابتن سيد عشان الفتره اللي جايه. طيب نروح بقى للترند المحلي ونشوف الاخبار المحليه اللي كانت موجوده في السوشيال ميديا في الساعات الاخيره. حساب الاهرام والتركيز على منتخبنا الوطني. حساب الاهرام على تويتر بيقول ان البرتغالي روي فيتوريا مدير منتخب مصر المدير الفني في الوقت الحالي بيجهز تقرير فني عن معسكر المنتخب في ودياتي النيجر وليبيريا قبل تسليمه لاتحاد الكوره ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. المعسكر كان على مرحلتين 13 و17 9، وبعد كده الدوليين او اللعيبه المحترفه انضمت من 19 ل27 9. نروح للحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر ايضا، منتخب مصر يواجه بلجيكا يوم 18 نوفمبر بالكويت، مباراه قويه جدا امام منتخب بلجيكا، يمكن مستوى مختلف تماما عن مباراه النيجر وليبيريا. احتماليه ان كمان المنتخب يلعب مباراه ثانيه مع الكويت في الفتره دي، في فترة الأجندة بتاعت شهر 11. وبالمناسبة الفيفا كان طلع منشور وأصدر منشور وقال إن المنتخبات اللي مش هتلعب في كأس العالم وممكن تضم لاعبين من الأندية عشان تلعب مباريات ودية، فترة الحماية للأندية هتكون موجودة في هذه الفترة، لأن الفترة دي مش أجندة دولية على كل المنتخبات، هي مسموح بيها للمنتخبات اللي هتلعب كأس عالم إن هي تلعب مباريات ودية، لكن المنتخبات اللي مش هتلعب كأس عالم هل الحماية بند الحمايه للاعبين اللي موجودين اللي بتلعب في الانديه هل هيسري في هذه الفتره؟ الفيفا اصدر منشور وقال هيبقى في بند الحمايه لاي لاعب بيلعب في منتخب مش مؤهل لكاس العالم في هذه الفتره ايضا. ايه هو بند الحمايه؟ لا قدر الله لو لاعب اصيب او اصابه كبيره، مين هيدفع مرتبه؟ مين هيتكفل بتكاليف العمليه؟ كل دي الفيفا بيبقى محددها بشكل رسمي قبلها بفتره. وهي مباراه قويه اعتقد ان شاء الله ممكن منتخبنا يستفيد بيها استفاده كبيره جدا. كرة 11 وتصريح لكابتن حازم امام، رشحت محمد يوسف ومحمد شوقي في الجهاز الفني للمنتخب لكن فيتوريا اختار ايمن عبد العزيز. طيب نروح للوطن سبورت، عداد صفقات الدوري المصري 140 لاعب حتى الان وفريق وحيد زيرو ميركاتو. طيب بنتكلم عن 140 صفقه، رقم كبير جدا، بس مثلا الاهلي عمل 6 صفقات، الزمالك 6، الاسماعيلي 11، بيراميدز 4، المصري 10، الاتحاد 10، سموحه 9، فيوتشر 3، البنك الاهلي 8، سيراميكا 13، اسوان 18، الجيش 10، بنتكلم في فرق بتعمل صفقات بمجموعه كبيره جدا، انبي 12، الحرس 11، المقاولين لاعب 1، المحل 4، الداخليه 4، فاركو بدون اي صفقات نتيجه منع القيد. طيب دي كانت نقطة مهمة جدا في الترند المحلي. آخر حاجة في المشاركة، أحمد خالد أداء جيد ولكن قدام منتخب ضعيف ونتمنى التوفيق لمنتخب مصر في القادم، أهلاوي وأفتخر. يعني أداء جيد للمنتخب لكن المباراة الودية ما كانتش على المستوى الكبير بالنسبة للمرحلة اللي جاية. دي كانت أبرز الأخبار والمعلومات النهاردة اللي معانا في برنامج الترند. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.